يا ظلمة وربت ورجل ليه ورجل يا ظلمة وربت ورجل ليه يعني كسرت راسنا يكسر راسك وراس الزول المشعل طوالك هل ورجة 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 لا 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 ما تورجة لا دقيقة 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 أهدى روح حجة سكينة مرة مسكينة تكورك فيها عشان سخينة حاجة سكينة مرة مسكينة تكورك فيها عشان سخينة الليلة جاتك بسكينة وشيل شالتك يا المحينة يا ظلمة تورمت ورجل ليه يا ظلمة تسكت اسكت حسك ما بسكت الدنيا سخانة والنزه جانا وكمان عطشانة واكيد جعانة اي اها ما تمشي المستشفى ديك في الشارع الورق بالله دي حالة دي ذكرني يا وانا ها انا رايس 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 نفسي دي مشكلة تعليم ولدي من ثلاثة هذا واحد بس رايس بيه ورايس بيه ورايس بيه امشي هنا للزوني هنا امشي هنا للزوني هنا امشي هنا للزوني وفي نهاية قال لي كم 20,000 من وين من وين ومشيت هنا استقبلوه برضه هناك مسجين ما جي لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ما شايف المستشفى للمستشفى الثانية هاي 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 لا حول دي المستشفى الثالثة لكن لا حول ولا قوة إلا بالله ها ويا المستشفى المستشفى هاي هاي عرفت هاي التعليم بقى صعب التعليم بقى صعب والله بقى صعب أنا أجيب 20,000 من وين عشان أدفع لولدي في التعليم لا حول ولا قوة إلا بالله بسوي شنو حسن؟ أعمل شنو يعني؟ أطير وين؟ أقعده في البيت؟ ولا أوديهم وين؟ كل ما تمشي بدأ أسوي لك 20,000 دي حالة دي؟ برضو المستشفى دي برضو قال لكم ما برضو دي أربع مستشفيات ما في أكسجين لا حول ولا قوة هم حصل شنو؟ خلاص فكر ثلاثة بس ما قادر تعلمهم ما قادر تقريهم والله يسامحك تقريهم بيبين تقريهم بيبين ثلاثة في 20 معناه ب 60 60 ده غير الطحين طحين غير الكتب كتب وكراسات غير الكراسات انت كله والله 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 ربنا يعينك ودروس خصوصية وحياة كثيرة خصوصية والله ربنا يعينك ربنا يعينك انت دايلك في السنة اقل حاجة 100,000 صح بالترحيل لا بالترحيل دايلك 150,000 في السنة دايلك 170,000 ما انت كم؟ ولا بيجيب لك فوله، فوله ما بتجيب لك فوله قصدي انت دي شفتها الطلب برا وبيقى سايق 500 و 400 انت ما هيتر لي بس بيحتاج يجيب لك كيلو عيش كله هنا كله هنا كيلو عيش بس لا ولا اولاد 20 ده كله غير حق الفطور غير حق التعليم 100 جنيه 100 جنيه ده سندوتشي طعميه انت ما قال التعليم مجانا وين؟ في المدارس الحكومية المدارس الخاصة المدارس الحكومية دي ما مجانية هاي ما في مؤسسة حيلا من بعيد الخاصة دي عندها ناس الخاصة دي عندها ولا بيجي جنبها الخاصة دي احنا بنحلم بها بسايب كده نحلم بها كده بس الخاصة دي بنشوفها في المنام مش في المنام في مدارس خاصة ببهجتها وبجمالها وبحياتها وبكده لكن يا حبيبي يا صديقي العزيز يا اخي نحن من عائلة شنو؟ من عائلة المدارس شنو؟ المدارس الحكوميه بس ودي مدرسه حكوميه بس ودي رايح نفسك هاي يقولوا لك بجان بشيل منك قروش بسيطه كده ده يقولوا لك بجان لكن كبابين برضه بشيل منك حبه قريشات بشيل حبه قريشات كده هاي اصلا التعليم ده هو الناس هسه ما هم عارفين يسووا شنو والله مره يقولوا 6 سنة مره يقولوا 9 سنة دارين يزيدوها سنه مره يخلوه يقول 8 سنة مره دارين ينقصوه مره شالوا منه الباب الاول الباب الثاني مره جابوا اضافوا مره يقولوا دارين ننقص منه والقصه دي ما بتنتهي والله حلو تنضم بينا بدلنا منا كل مره يقول السنه الجايه خلاص احنا حنخش مرحله جديده ونعمل كذا والحال في حاله ما فاهم احنا لو قاعدين في البلد دي خلاص انتهى بعدين التعليم ده مهم يا اخي اساس تنميه البلد في بلد بتنمو غير التعليم ابدا يعني احنا حنتقدم كيف بس وريني حنتقدم كيف من غير التعليم نتقدم بالتعليم انا لله وانا اليه راجعون نفع لا حول ولا قوه الا بالله اربع مستشفيات ما في اكسجين التعليم ده اساسي ايوه اساسي من خلال التعليم بيطلعوا الدكاتره بيطلعوا المهندسين بيطلعوا بتحصل تنميه في البلد ايوه لكن هو التعليم ذاته بيقف ما ذاته بيقف ما نحن عارفين يا اخي اي والله لكن حالنا صعبه والله لا
والله العظيم دي مشكلة دي. تحاول ولا قوة إلا بالله. أنا مش هوريك دي بعدين يا أخي. وكان جاك شاهد مرض. الله كمان ربنا شاهد. الله يرحمه يا أخي. الله يرحمه والله. فتح. الله يرحمه يا أخي. ما هو ده ورجع لكنا ورجع لكنا ورجع لكنا ورجع لكنا ورجع لي هو ورجع طوابي يا والله ورجع الورجع والله الله 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 يعني الزبالة دي أصلاً منا مش خلقنا الزبالة ما بتقفلش تقوم بقى على لا أنا كمان بقى هنا لا الحالة دي مفروض تتوضى الزبالة كنت شفتها وريتكم في البداية ودينا مش الزبالة أضفر الكورونا ما تضفر عادي ساعد بصوا في الورجة غني الورجة الورجة سجين يعني أولا يكون كورونا عشان هو دي كلام عرفت كورونا ولا بكورونا هاي انا هجاوب شغله الاستاذ دي مشان الاستاذ يقول الكلام بس مشان انا جيت بقى ثاني قال لهم مش الاستاذ لا هي تكون مالي يعني ولا انا مقفله شطبه ما في دواء مقفلين يعني الاستاذ الاستاذ ما قلت لك مشان الاستاذ يقول هاي من الباب عشان انا دي من الباب قال لنا احنا مش الاستاذ لا تزعل لا انت مش المصيفه دي يقول لكم مضربين يعني حد طيب المصيفه دي يقول لكم واقفين طيب شو بيسوي يقول لك والله قابلين يعني اذا ما عندنا مضربين ولا قابلين ولا فاتحين ولا ما ما عندنا ولا اصلا مقومات العلاجيه ما في يا جماعه ما احنا الناس كلها بتموت في المستشفيات المستشفيات الواحد بيجي يخاف من الهواء اللي بره ده هواء والله هاي والله يا ابني طيب في هذه يعمل شو نفس ضربوا لي من البيت قال لي في واحد ثاني ايام برضه نمشي ورجع هنا ورجع هنا ورجع هنا برضه يتورجع كلنا نتورجع يعني انت عارف ما نمر ما نمر ما نمر شيلوا شيلوا الكوبري بس خدت الكوبري قبل الهواء والله فضلوا كده بالهواء تعال احنا كلنا نفس نمر الكوبري ده نشوف هواء العلاج بالكوبري شوف هواء سجين شوف هواء سجين سجين هاي يا ما تودي وين يعني تعال كل الناس يودوهم مثلا مثلا الكباري تتفاهم الكباري الناس كلهم الكباري ده سجين هتكون عليك كباري مش تمشي عليك كباري حاجة سكينة مرة مسكينة تكورك فيها عشان سخينة الليلة جاتك بسكينة وشيل شالتك يا المحينة